علينا بنورك أسعدنا كتير حضورك فحت فينا عطورك شهر الصوم مرحبا شهر الصوم مرحبا فيك أنزل القرآن فيك رحمة الرحمن فيك أنزل القرآن فيك رحمة الرحمن منك يهرب الشيطان شهر الصوم مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الإطلالة الرمضانية المسائية من برنامج رياض الصائمين مباشرة من استوديو محطة ورقلة الجهوية وعبر القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. سنسعد بخدمتكم كما قلت في هذه الظهيرة إلى غاية الساعة الثالثة مساء بمشيئة الله تعالى بمجموعة من الأركان وكذلك الفقرات والمواضيع ورفقة ضيوفنا الأكارم إن شاء الله اللي راح نتداولوا على هذا الأستوديو. إذن أولى فقرات وأركان البرنامج بعد هذا الفاصل. أسعدنا كتير حضورك فحت فينا. إذن في فقرة نفحات رمضانية أسعد كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الأزهر بوغابا وهو إمام وكذلك إطار بمدير شؤون دينية والأوقاف لولاية ورقلة. أهلا وسهلا بك شيخنا الفاضل ورمضان كريم. أهلا وسهلا بك أخي أيوب ولكل المشاهدين، رمضان مبارك وتحية طيبة مباركة، وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الضيافة الكريمة وعلى هذه الدعوة لهذه المائدة المباركة حصة رياض الصائمين. أهلا وسهلا بك ونحن سعداء كذلك بحضورك معنا اليوم في هذه الظاهرة أو في هذه الأمسية الرمضانية. طبعا هي فرصة شيخنا الفاضل بما أننا في 10 أيام الأولى من شهر رمضان، شهر الصيام وشهر القرآن، كما قلت هي فرصة لأن نستعرض فيها أهم الطاعات والأعمال المستحبة خلال هذا الشهر الفضيل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. بداية أخي أيوب، نحن في شهر عظيم مبارك، شهر رمضان الذي ميزه الله تبارك وتعالى عن باقي الشهور، والنبي عليه الصلاة والسلام لفت انتباه الصحابة ولفت انتباه المؤمنين من بعدهم لهذه الفرصة العظيمة ولهذه المحطة المباركة، محطة رمضان. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدم هذا الشهر، ولم يسبق أن بشر بشهر كما بشر بشهر رمضان. لماذا؟ لما فيه من المزايا ولما فيه من المنح ولما فيه من الفرص التي ينبغي على المسلم أن يغتنمها ولا يضيعها. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال: قد أظلكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن هذا الشهر إذا كان أول ليلة منه، إذا كان أول ليلة من رمضان لفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وصفرت الشياطين ومرضة الجن، وثو ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. بمعنى أنه شهر مفعوم بالخيرات والبركات والنفحات، لذلك ينبغي على المسلم أن يغتنمه، ونحن في العشر الأوائل منه والتي ستنقضي وتمر، ولكن هل اغتنمنا ما فيها من الخيرات والبركات؟ كيف يغتنم الإنسان هذا الشهر بعد أن يعني استحضر النية بالمبادرة والهمة للعمل الصالح والتوبة النصوح والاجتهاد في قراءة القرآن والصيام والقيام لله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا؟ فإن هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى سيوفقه بأن يغتنم ما في هذا الشهر من البركات والنفحات. والله سبحانه وتعالى في كتابه
ذكر هذا الشهر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم فهو شهر الصيام صحيح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات بمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذه العبادات ونوعها لنا في هذا الشهر وغيره من أجل غايات ومقاصد منها تحقيق التقوى وشكر النعمة لله تبارك وتعالى فقال تعالى لعلكم تتقون أياما معدودات بمعنى أنها أيام رمضان هي أيام معدودة أيام محسوبة يعني يأتي يعني تمر بسرعة فإذا لم يغتنمها الإنسان فإنه سيخسر خسرانا مبينا ويصبح كما قال عنه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له لذلك فهو شهر لابد علينا وفرصة عظيمة لابد علينا أن نغتنمها فهو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر الصدقات وشهر الجود وشهر الإحسان وشهر المواساة وشهر يضاعف الله تبارك وتعالى فيه الأجر والثواب وغير ذلك لذلك فهي يعني محطة لابد علينا أن نغتنمها وننتهز ما فيها إن شاء الله تبارك وتعالى من الخير ومن النفحات وأن نكون ممن اعتقهم الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك نعم مثل ما أسلفت الذكر قبل قليل شيخنا الفاضل بأن هذا الشهر فضيل طبعا فيه العديد من الطاعات وكذلك الأعمال المستحبة هل يمكن أن ربما نعرف أهم هذه الطاعات أهم هذه الأعمال المستحبة خلال هذا الشهر الفضيل أو ما تبقى كذلك من هذا الشهر الفضيل نعم في الحقيقة حينما نقول هذا الشهر شهر العبادة فيه عبادات واجبة مفترضة وفيه أعمال مرغب فيها وهي المستحبات وقبل أن أذكرها فلنعلم بأن معيار الأجر والثواب يتغير في شهر رمضان نحن نعلم بأن الحسنة بعشر أمثالها هذا في غير رمضان ولكن في رمضان تكون أضعافا مضاعفة فالإنسان حينما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفريضة والواجب فإنه وكأنه أدى 70 فريضة فيما سوى هذا الشهر ومن تقرب فيه بخصة من الخير أي المستحب والمندوب يكون له من الأجر كمن أدى فيه فريضة فيما سوى شهر رمضان لذلك فالعبادات متنوعة وحكمها مختلف ولكن لا بد علينا أن نغتنمها جميعا وأن نحرص على أدائها جميعا مما افترض علينا في هذا الشهر عبادة الصيام فرمضان هو شهر الصيام وما أدراك ما الصيام الصيام الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل بني آدم إلا الصيام لأن لا يعرف أجره إلا الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الصابرون هنا هم الصائمون معنى الصبر الذي ينبغي أن يتجسد عند الإنسان يكون في هذه العبادة المباركة عبادة الصيام فالصيام فنحقق من خلاله غايات نبيلة حينما نقول صيام نقول بأنه وقاية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وقاية من الشر وقاية من الوقوع في الآثام وكذلك الصيام نحقق من خلاله الصبر الصيام يتذكر فيه الإنسان نعمة الله سبحانه عز وجل في الصيام حينما يمسك الإنسان عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله فإنه يحس بلذة العبادة لله تبارك وتعالى حينما يمسك عن شهوتي الأكل والشرب يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين وفي الصيام كذلك من مقاصده أنه يحقق الوحدة بين المسلمين حينما يمسكون في وقت واحد اللي هو الغروب ويفطرون في وقت واحد وهو يمسكون في وقت واحد وهو طلوع الفجر ويفطرون في وقت واحد وهو غروب الشمس بمعنى هذا يعني يحقق معنى آخر من معنى الوحدة والترابط والأخوة التي جاء ديننا الحنيف لبثها ونشرها في المجتمع وفي أوساط الناس يعني مقاصد عديدة في هذه العبادات لأن هذه العبادات نريد من خلالها الروح والسر والمقصد من تشريعها وليس أداءها فقط لأن الإنسان الذي يفهم هذه العبادة يجد لذة ويجد متعة ويجد حلاوة في التضرع في أداء هذه العبادات من العبادات كذلك قراءة القرآن فهو شهر القرآن صحيح. الله تبارك وتعالى حينما ذكر رمضان بماذا ذكره وبماذا ذكرت شريفه
ورفعته ومكانته وميزته بهذه المعجزة العظيمة المباركة، معجزة القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، لابد على المسلم كذلك أن يحرص على قراءة القرآن الكريم. إذا كان يقرأ حزبا أو نصف حزب في سائر الأيام ففي شهر رمضان لابد عليه أن يضاعف، أن يضاعف قراءة القرآن وتلاوته وتدبره، أن يعيش مع القرآن الكريم كما كان الصحابة وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينزل جبريل في رمضان فيدارسه القرآن الكريم، وكما كان سلفنا الصالح كانوا يعتكفون مع القرآن. كان الإمام مالك حينما يقبل شهر رمضان يطوي جميع الكتب، كتب الحديث والفقه، ويتفرغ ويعتكف مع القرآن الكريم. وكان الإمام الشافعي كذلك يختم 60 ختمة في رمضان، معنى كل يوم راح يختم مرتين في اليوم في شهر رمضان، بمعنى دلالة على أن هذا الشهر لابد علينا أن نتفرغ فيه بالقرآن الكريم. فهو شهر الصدق، شهر رمضان شهر القرآن. نعم، وهو شهر القرآن. نعم، شهر القرآن. وكذلك من العبادات الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو شهر الجود، وهو شهر كذلك الإحسان، وهو شهر المواساة، فهو شهر تتنوع فيه الطاعات والعبادات من مستحبها وواجبها. لذلك الإنسان لابد عليه أن يعلم ويدرك فلسفة العبادات هذه، لأن حينما يدرك فلسفة العبادات ويعرف القيمة تاع الشهر هذا فإنه يقبل على العبادات ويسرع في الطاعات ولا يفرط في لحظة ولا دقيقة إلا وهو في عبادة ربه سبحانه عز وجل. لذلك فهو شهر مبارك، شهر عظيم، فلا بد على الإنسان أن يغتنم ما فيه، فهو يعني مليء بالنفحات، فما على الإنسان إلا أن يتعرض لها. جميل. والممر النقطة الموالية كذلك شيخنا الفاضل، كذلك من بين طاعات الأعمال المستحبة أيضا حتى إفطار الصائم، وما نلاحظه من عمل تضامني وكذلك عمل خيري من طرف سواء كان جمعيات أو أشخاص عاديين لإفطار عابري سبيل، هذه كذلك تعتبر من الأعمال المستحبة. نعم نعم، من الأعمال الحق المستحبة التي رغب فيها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائم فله من الأجر مثله. نعم، له من الأجر مثله. وهذه مبادرة في الحقيقة نثمنها أكيد ونفرح لها ونشجع من يقوم صحيح بهذه المبادرات التي نراها في مجتمعنا. نعم، فهذا هناك تنافس كبير، تنافس نعم تنافس كبير بين نعم الجمعيات وبين الشباب، إفطار الصائم وقفة رمضان وإفطار عابر السبيل، يعني مبادرات خيرية نراها في هذا الشهر. صحيح، تجد أن الإنسان الشاب أو تجد رب البيت يترك منزله، يخلي المائدة في بيته ويخرج لإفطار الصائمين في الطريق وإفطار عابري السبيل، هذا ليس بالأمر السهل. صحيح، هذا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه عمل خيري، عمل جبار، عمل نثمنه، نراه في هذا الشهر المبارك، وهو شهر الإسراع في الخيرات. صحيح، وشهر المواساة كذلك. نعم، إخواننا الفقراء لما عندهم شو كذا، قد تجد إنسان لا يجد ما يفطر به، ولكن حينما تسرع وتبحث عن هذه العائلة الفقيرة وتعطيها من الطرود الغذائية وتعطيها من ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، فلا شك أنه من أجل الأعمال في هذه الأيام المباركات. نعم، لأنه الإنسان في الحقيقة لابد أن يعيش مع إخوانه. صحيح، الله تبارك وتعالى خلق وفرق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله تبارك وتعالى من حكمته جعل الغني والفقير، ولكن ليس للتمايز والتفاضل، ولكن جعل حتى يستثمر الغني في خيره على الفقير، وحتى كذلك الفقير يكون كذلك طريق وسبيل لهذا الغني بأن يرضى الله تبارك وتعالى عليه وأن يكون من أهل الفردوس إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، تحدثنا شيخنا الفاضل عن الأعمال والطاعات المستحبة، نتحدث كذلك عن بعض السلوكيات وكذلك المظاهر السلبية التي ربما قد تميز شهر رمضان الكريم من طرف بعض الأشخاص من هنا أو هناك. في رأيك شيخنا الفاضل، ما هي هذه السلوكيات؟ نعم أخي أيوب، التي تعكر الجو رمضان. نعم، في الحقيقة أخي أيوب، في شهر رمضان حينما يأتي نرى مجموعة من السلوكيات، منها ما هو إيجابي ما ذكرناه، صحيح، ومنها ما هو سلبي في الحقيقة. نعم، فمن السلوكيات السلبية هي الإسراف في هذا الشهر. حينما أقول الإسراف بمفهومه العام،
نعم. الإسراف في المآكل والمشارب، والإسراف كذلك في النوم، والإسراف في تضييع الأوقات، الإسراف في السهر، الإسراف كذلك في الكلام الغير اللائق. لأن الإنسان في هذا الشهر لابد عليه أن يفهم، لماذا ذكرت يعني فهم حقيقة العبادات صح. وفهم روح هذا الشهر المبارك، لأن إدراكك وفهمك لهذا الشهر هو الذي يترجم سلوكياتك صح. ويترجم أفعالك في هذا الشهر. فالذي يفهم من هذا الشهر بأنه شهر العبادة فإنه يهيئ نفسه لذلك، يتفرغ صح. للعبادة، يقول لك أنا الصلاة الجماعة ما نفرطهاش في المسجد، ويقول لك صلاة التراويح ما تفوتنيش من أول رمضان إلى آخره بإذن الله، ما تفوتوش خاتمات القرآن الكريم، ما تفوتوش الأعمال الخيرية، بأنه فهم حقيقة هذا الشهر. والذي يفهم من هذا الشهر بأنه شهر المآكل والمشارب والتنويع في الموائد وألوان المآكل والتمذير كذلك، يدفعه ذلك لأن ينشغل بهذا الأمر. قال تلقاه في الصباح ينشغل باقتناء المآكل والمشارب، ثم يضع المائدة ويشتغل بأكل يأكل منها قليلا ومن هذا قليلا، ثم بعد ذلك يرمي بها في المزابل. ثم في كل لحظة لا بد من وجبة جديدة فيرميها بالمزابل. ونرى يعني من كثير من الناس من يرمي هذه المآكل، هذا من باب كفر النعمة والعياذ بالله. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فهذا نذير خطير. فلا بد علينا أن نفهم هذه الحقيقة، هذا الشهر ليس للأكل والشرب فقط، وليس شهر للنوم. والله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإنسان من الإسراف يصبح في التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فافهم يا أخي المسلم، فافهم أيها الصائم، بأن الله تبارك وتعالى ما جعل هذا الشهر لكي يحملنا مشقة الإمساك عن الأكل والشرب، ثم حينما يأتي وقت الغروب فننهمك في هذه صحيح. المآكل صحيح. وكأننا ننتقم من أنفسنا، فهذا خطأ كبير. فهذا خطأ كبير، لماذا؟ الله تبارك وتعالى جعل هذا الصيام لمقاصد كما ذكرت صحيح. ليس بأن نهلك أنفسنا أو أن نخرج عن الجادة نقع في الإسراف. فالإسراف الإنسان في شهر اغتنامي ما فيه من النفحات، ليس بأن يعرض نفسه للآثام وللمعاصي. شيخنا الفاضل، نعم، تحدثنا عن الإسراف التبذير، بقالنا أقل من دقيقة فقط، لو كان نعرج كذلك على بعض السلوكيات الغير مستحبة أيضا حتى تجنبها أيضا الصائم. نعم، في الحقيقة من بعض السلوكيات كذلك كما ذكرت الإسراف في المآكل والمشارب، وكذلك تضيع فرصة هذا الشهر الكريم. لأن كما ذكرت في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملك يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم. أي أن هذا الشهر لابد عليه أن يمسك عن كل الأثام، أن لا يجعله كباقي الشهور، أن لا يجعله ما يكونش، لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم، يكون شهر مميز طبعا، يكون مميز. نعم، لازم تدير حال طوارئ للعبادة والإقبال على الخير، لا تضيع هذا الشهر وتعلم بأن كل دقيقة راهي بحسابها في هذا الشهر. صحيح. وكل لحظة تضيعها فستندم. لذلك ننصح إخواننا الصائمين بأن يغتنموا هذا الشهر من أوله إلى آخره. نعم، خاصة النوم الكثير كذلك. نعم، النوم الكثير، قد تجد الإنسان يأخذ يومه كثيرا في النوم، ما يقومش حتى الوقت العصر ولا قبيل المغرب، مع تجد يأكل بعد ذلك يخرج يسهر في المقاهي ويسهر في صحيح. الأماكن اجتماع الناس وغير ذلك فيضيع. نعم. فإذا خرج رمضان فتجده لم يغتنم شيئا. نعم. ولم يغتنم فرصة هذا الشهر صحيح. الكريم صحيح. وهذا ليس من ديدان المسلم ولا من أخلاقه. أكيد طبعا الوقت يدهمنا شيخنا الفاضل، شكرا جزيلا لك على حضوركم معنا اليوم وعلى إثرائك لهذا الموضوع اللي يعتبر كذلك مهم، ونحن في شهر رمضان المعظم. نتمنى لك إن شاء الله رمضان كريم، ونتمنى لك صحة فطورك إن شاء الله شيخنا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأفاضل، كنا في فقرة نفحات رمضانية، وما زال برنامجنا مستمر إلى غاية الساعة 3 مساء كما أسلفت الذكر. الآن سأترككم عند هذا الفاصل الإنشادي لفرقة نسمات الصحراء لولاية واد سوف، ثم نعود ونرجع لكم من جديد. اشتقنا لك والروح فاضت.
نسعد نرجو القدير إلهنا يا بسمة في ثغرنا يا فرحة من عمرنا يا روضة غنت لها عند الخشوع قلوبنا رمضان نور عيوننا رمضان ملأ قلوبنا رمضان يا شهر التوقى أنت الحبيب نديمنا ذكر النبي محمد سيكون حتما دأبنا ذكر يلامس حسانا ويذوب فيه شعورنا سيكون حتما دأبنا ذكر يلامس حسانا ويذوب فيه شعورنا يا ليلة القدر إذن تحية متجددة لكم مشاهدينا الأفاضل وعودة لكم من جديد إلى بلاطو محطة ورقلة الجوية في برنامج رياض الصائمين. طبعا رح نتحدث الآن مع ضيوف جد مميزين ولكن بعد هذا الفاصل. إذن في فقرة بلابل القرآن نسعد كثيرا باستضافة طبعا في حافظة القرآن الكريم وخاصة فئة صغار الحفظة. اليوم يحضر معنا كل من أسماء بن ساسي. أهلا وسهلا بك أسماء. رمضان كريم إن شاء الله. أنت حافظ القرآن الكريم وقبل أيام قليلة فقط كان لك شرف أنك ختمت حفظ القرآن الكريم ونحن سعداء بذلك. راح تكوني ضيفة معنا اليوم. كذلك مشاهدينا الأفاضل نسعد باستضافة محمد الأمين القريشي هذا الفتى الرائع كذلك صاحب ابتسامة الجميلة وليختم أيضا حفظ القرآن الكريم. أهلا وسهلا بك محمد أمين. أهلا أخي أجيب لباس. الحمد لله. الحمد لله. كيف حوالك مع الصيام؟ لباس الحمد لله. الحمد لله. طيب راح نبقى معك يا محمد أمين. في البداية عرفني بنفسك كم عمرك وش سنة تدرس المدرسة القرآنية وقبل ما تحدث عن مسيرة في حفظ القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قريش محمد الأمين عمري 15 سنة أدرس السنة الرابعة متوسط ما شاء الله وختمت القرآن العام الفارط الله يبارك. كان عمري 14 سنة وفي المدرسة القرآنية عبد الرحمن بوعافي الله يبارك. رويصات هكذا؟ رويصات نعم. نعم نذكر بأن ضيفي كريمين جونا من رويصات هذه المدينة أو هذه البلدية المضيافة رائعة جدا لتخرج ككل موسم حفظ القرآن الكريم خاصة فئة صغار الحفظة. مقتليش من متوسطة تقرأ يا محمد الأمين؟ أدرس في مدرسة في المتوسطة أبي يعقوب يوسف الورجلاني برويسات. ما شاء الله ما شاء الله. إذا نحن نتحدث عن مسيرتك في حفظ القرآن الكريم. شحال كان في سنك بديت تحفظ القرآن الكريم إلى غاية أنك ختمت القرآن الكريم؟ بدأت مشواري في السنة الخامسة كان عمري 5 سنين. بدأت في مدرسة المسجد العتيق على يد الشيخ كمال شريرات. ثم اضطررت للانتقال إلى المدرسة عبد الرحمن بوعافية وهذا كان سبب والسبب كان لانتقالنا إلى البيت الجديد. ما شاء الله هنيئا لكم البيت الجديد. مليح. راح نعود نرجع لك يا محمد الأمين. روحوا كذلك الأسماء تعرفنا بنفسها كذلك أسماء بن ساسي. تفضلي أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد الاسم الكامل أسماء بن ساسي عمري 12 سنة أدرس في مدرسة الإمام السبكي السيد السبتي. مدرسة قرآنية هذا؟ أي نعم. والمدرسة أو المتوسطة تدرس فيها؟ أدرس في متوسطة عبد القادر قريشي رويصة ورقلاء. وقد بدأت مشواري في القرآن الكريم كان ذاك الوقت عمري 6 سنوات
يعني بديت القرآن الكريم مع بداية الابتدائي، في السنة الأولى ابتدائي بديت قراءة القرآن الكريم ما شاء الله، وقد ختمته وعمري 12 سنة. نعم، ختمتي قبل أيام قليلة فقط، نشوة الفرحة راهي مازال، وخاصة أنك جيتينا بهذا اللباس اللي ختمتي به، وكذلك حتى الوسام اللي راه اللي جيتينا به هكذا أسماء. طيب، نتحدث كذلك عن أسماء عن القرآن الكريم، شكون اللي كان يشجع فيك؟ شكون اللي كان يحفز فيك على أنك تحفظي القرآن الكريم؟ يا أستاذ، كاين فرق بين السبب ومن شجعني. نعم، من كان السبب هما والدي حفظهما الله، ومن شجعني وشيخي عطاء الله حقيقة. ما شاء الله، ونحيو بالمناسبة راه رافقك في الكواليس، عم توجد معنا في الكواليس الشيخ عطا الله حقيقة، طبعا اللي هو آخر يبذل في مجهودات، وراه أيضا يتطوع بالوقت تاعو في المدرسة القرآنية ويحفظ فيكم القرآن الكريم هكذا. أسماء، طيب أنت حتى كذلك، هل القرآن الكريم ساعدك في الدراسة، ساعدك في الحياة؟ إيه، يعني كن نقرأ، عندما أقرأ وردي اليومي خاصة في الامتحانات، يعني يفتح الذاكرة، وكل ما تقرأ تزيد البركة في الوقت وفي الحفظ. ما شاء الله. وأنت محمد أمين، القرآن الكريم وش أضافك في الحياة؟ هل ساعدك في الدراسة؟ ساعدني كثيرا، هو نور، أنزله الله نور، فهذا ساعدني دائما أقرأ وردي ولا أتغافل عنه. ما شاء الله. بالرغم أو خاصة وأنت راك على موعد هذا الموسم مع شهادة تعليم متوسط، بما أنك تقرأ سنة رابعة متوسط، راك واجد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للنتائج، نتائج ملحة؟ نعم إن شاء الله. جبت معدل 18. الله يبارك، هذا بفضل القرآن الكريم كذلك. نعم. وأسمى؟ 18. الله يبارك، ما شاء الله عليكم أسماء وكذلك محمد أمين. طيب، قبل ما نواصل حديثنا، فرصة لنا أيضا أن نسمع تلاوة من عندكم. نبدأ بأسماء، هو عندك الميكروفون، نعطيك خيار تلاوة أو قراءة موتو. تلاوة. تلاوة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله. ما شاء الله عليك يا أسماء. قبل ما نروح محمد أمين، أسماء أوصفي لي الشعور والأجواء اليوم اللي ختمتي فيه حفظ القرآن الكريم، كيف كانت الأجواء؟ كيف كان شعورك؟ كيف كانت تهاني؟ كان الجو جميل، خاصة عندما أكملت القرآن، وكنت فرحة أنا وعائلتي. وبحال كملت ختمت القرآن، ويكون فني الحفظ واللوحة خاصة.
لوحة. نعم. نحب نعرف تفاصيل ربما كيف كان هذا الحفل، كيف كان هذا التتويج، كيف كانت هذه الأجواء؟ هل كانت في المدرسة القرآنية أم كانت عندكم في البيت العائلي؟ كانت في المدرسة وكانت في البيت. كيف كانت في المدرسة وكيف كانت في البيت؟ كانت في المدرسة خاصة عندما بحال نلتقط صور بحال باللوحة القرآنية وبحال نفرح أنا وتلاميذ الطالب. يعني التهاني جاتك من عند زملائك اللي يقرأوا معاك في المدرسة القرآنية؟ نعم. وعند أيضا الشيخ تاعكم أو المعلم تاعكم، معلم القرآن الكريم في المدرسة. وفي البيت؟ وفي البيت كانت فرحتي أنا ووالدي وعائلتي كاملة، وألتقي بصديقاتي وبحال يقولوا لي مبروك عليك. في البيت هل أنت أول واحدة في البيت تختم القرآن الكريم أو؟ لا، أنا آخر واحدة. يعني الإخوة تاعك أيضا هم سبق لهم وحافظوا القرآن الكريم؟ نعم. شحال عندك عدد الإخوة؟ ثلاثة. ما شاء الله. بنات كل. وبنات كامل ختموا القرآن الكريم؟ نعم. ما شاء الله، يعني عائلة محبة للقرآن الكريم. نعم. وهذا ربما هذا الجو اللي خلاك وحفزك أيضا على أنك تكوني أيضا حافظة لكتاب الله. نعود نرجع لك محمد أمين قريشي، قبل ما نسمع عندك تلاوة نفس الشيء، كيف كان الجو، كيف كان الشعور نهار ختمت حفظ القرآن الكريم؟ كان الجو رائع جدا، كنا سعداء سواء عائلتي أو أصدقائي في المدرسة القرآنية، ذهبنا وكلنا شوق لأرى فرحة أصدقائي بمناسبة حفظي للقرآن الكريم، فكانت أجواء رائعة جدا في المسجد وأيضا في البيت، لأن كانت كل العائلة فرحة بي. يا سلام. يعني زملائك أصدقائك جاءوا هنؤك كذلك من دون شك، حتى في المدرسة العادية يعني في المتوسطة رام الأساتذة تاعكم أيضا شكروك وهنؤك. نعم. نعم أكيد. نعم. إن شاء الله عندك الميكروفون محمد أمين، وتفضل نسمعوا تلاوة بصوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا محمد أمين، صوت جميل وتلاوة كانت أجمل كذلك. قل لي يا محمد أمين، جاتك الفرصة أنك تصلي صلاة التراويح بالناس أم مازال؟ نعم. جاتك فرصة؟ هذا الموسم أو الموسم اللي قبله؟ موسم الماضي وهذا الموسم. ما شاء الله، هذا الموسم إن شاء الله راك تحضر في نفسك أيضا حتى تكون لك هذه الفرصة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وش من المسجد ولا مدرسة قرآنية؟ التراويح. التراويح في بيت جدي. الله يبارك، جميل جدا. بالعائلة. بالعائلة. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله، مبقناش كثير من الوقت وما زال عندي سؤال أو اثنين لكل من أسماء وكذلك محمد الأمين. نبقى معك يا محمد الأمين، وش هي النصيحة اللي تقدمها لأمثالك في السن أو أصغر منك اللي حبوا يحفظوا القرآن الكريم من خلال تجربتك أنت، وش تنصحهم؟ أنصح كل شخص يريد حفظ القرآن بأن عندما يحفظ، الحفظ سهل ولكن الحفاظ عليه صعب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوه فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها،
فعلى كل شخص الحفاظ على ورده وعليه بالتكرى. ما شاء الله. سؤالي كذلك، في شهر رمضان الكريم كيفاش راك تنظم وقتك ما بين الصيام والقرآن الكريم والدراسة؟ أبدأ يومي من السحور، فعندما أفطر أقرأ وردي. وش هو الوقت اللي تقرأ فيه الورد تاعك؟ الوقت اللي راك مخصصه للقرآن الكريم؟ وراء صلاة الفجر. إيه ما شاء الله فقط. نعم، وفي المسجد وفي المسجد وفي في المدرسة القرآنية في المساء. ما شاء الله ما شاء الله. وأيضا في الصباح بعد الدراسة، بعد الرجوع من المدرسة، أحضر الورد الذي أصلي به في التراويح. جميل. يعني راك منظم وقتك. نعم. ومخصص وقت كذلك لحفظ القرآن الكريم. نعم. أو مراجعة القرآن الكريم أقدر. تكراري. نعم تكرار. نعم ما شاء الله. روحوا الأسماء كذلك. أسماء، بما أنك أنت فتاة، وش تقدمي النصيحة كذلك للفتيات حتى هم يحفظوا القرآن الكريم ويسلكوا الطريق اللي كان سلكتيه أنت ونجحتي في خاتم القرآن الكريم؟ أنصحهم بالمثابرة وعدم ترك المجالس القرآنية، وأن يصدقوا مع أنفسهم ويصدقوا مع الله ومع الآخرين، وأن كما قال ابن بري: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان. ما شاء الله. وكما قال: والصدق مع الله، يعني يصدقوا مع الله لكي يعطيهم الفضل هذه الدنيا. جميل جميل جدا. هي نصائح من ذهب قدمها كل محمد أمين وكذلك أسماء، ونحن سعدنا كثيرا كذلك بحضورتكم معنا اليوم، وأيضا استعرضتوا مسيرتكم وحفظ القرآن الكريم. نتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله في مسيرتكم أيضا الدراسية. شكرا لك محمد أمين قريشي، وشكرا كذلك لأسماء بن ساسي إن شاء الله، وبلغوا تحياتنا لزملائكم ومعلمين هنالك في المدرسة القرآنية وين تقرأوا إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأفاضل، كنا في ركن بلابل القرآن ونبقوا مع القرآن الكريم. روحوا إلى ولاية المنيعة كذلك التي تتميز أيضا هي الأخرى بالقرآن الكريم. النموذج سيكون من جمعية مناهل العلم المتميزة هنالك في تحفيظ القرآن الكريم. نتابع جانبا من هذه الجمعية ثم نعود نرجو لكم من جديد. شهر تضاعف فيه الحسنات، فيا باغي الخير أقبل لتزيد في ميزان حسناتك ويكفر عن سيئاتك. ويا من كنت هائما فافرح بشهر رمضان، الشهر الذي تغفر لك ذنوبك. فالصيام هو الامتناع عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصيام مدرسة نتعلم منها العديد من الأمور كالصبر والعزيمة والقوة، ونحس كذلك بالفقراء. فلكي يعدل الله بين عباده اختار هذا الشهر من بين شهور السنة. الخطابة هي واحدة من بين النشاطات الهادفة المسطرة في برنامج المدرسة القرآنية التابع لجمعية مناهل العلم الثقافية بولاية المنيعة، فهي مدرسة نموذجية تزرع روح التنافس والتميز بين طلبتها. نعم يا
مبارك، الدرس كان مفيدا للغاية، ولقد تعلمت الكثير والعديد من الأمور التي لم أعرفها من قبل. وما هي هذه الأمور؟ تعلمت أن الصدق مشي من الرجال، ومن أجمل الصفات التي يجب أن يتصف بها كل إنسان، وأن الله تعالى يحب الصادقين. أنا أيضا تعلمت أن على كل فرد منا أن يختار الأشخاص الذين يتصفون بالصدق، وأن نتخذهم أصدقاء لنا، لأن المرء على دين خليله. عمري 9 سنوات، أقرأ الرابعة ابتدائي. تعلمت في هذه المدرسة حفظ القرآن والأحكام والتجويد. بعد ازدياد العدد الذي وصل تقريب أو تجاوز 200 متمدرس ومتمدرسة في هذه المدرسة، عندما تجاوز العدد 200 فحاولنا، وعندما يعني أعطيت الولاية للمنيعة ولاية كامل الصلاحيات، حاولنا أن نؤسس جمعية أخرى ولائية، وهي الجمعية الولائية مناهل العلم الثقافية التي زرتموها اليوم، وهي تحتوي الآن في الشتاء على 110 متمدرس ومتمدرسة، أما في الصيف فيتعدى العدد 200 متمدرس ومتمدرسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تحفيظ القرآن الكريم في هذه المدرسة يتصدر اهتماماتها وأهدافها، فهي تعتمد طريقة مشوقة ومحفزة في التحفيظ، وتحت إشراف أساتذة أكفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وهذه المدرسة يعني ما زالت فاتية، ما زلنا في المرحلة المتوسطة، وهي بالنسبة للأحكام في المرحلة المتوسطة، وهي النظم الجزرية، هي التي تأتي كما قلنا بعد المنظومة التي سمعناها سابقا وهي تحفظ الأطفال، تأتي بعدها هذه المنظومة وهي منظومة الجزرية، يركز فيها خاصة يبنى فيها المخارج كما ذكرنا وصفات الحروف، حتى يتمكن الطالب من تصحيح مخارج الحروف وصفاتها، بعد ذلك يسهل عليه الانطلاق في غيرها من الأحكام. ولقد تعلمت فيها أشياء كثيرة كأحكام التجويد وتلاوة وحفظ القرآن الكريم، وتعرفت فيها الكثير من أصدقاء الجدد والأساتذة، ولهذا أصبحت مستوية ترتفع أكثر وأكثر، ولهذا أشكر زملائي الكرام على هذه الأخلاق الطيبة
والأساتذة الذين بذلوا جهدا أكثر بذلوا جهدا شاقا في تحفيظي وزيادة مستواي فيحفظهم الله. ما شاء الله نشاطات تربوية مكثفة ومميزة هنالك في المنيعة وخاصة في جمعية مناهل العلم الثقافية وطبعا اللي تصدرها حفظ القرآن الكريم، فتحية لهذه الجمعية ولكل حفظة القرآن الكريم. إذن كنا قبل قليل مع ركن بلاب القرآن مشاهدينا الأفاضل، الآن مع فقرة وركن آخر جديد. نسعد كثيرا باستضافة الأستاذ الدكتور الحبيب مشري أستاذ علم نفس تربوي. رمضان كريم شيخنا الفاضل. ورمضانك أكرم، أحييك وأحيي كل المشاهدين على القناة، ورمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية بحول الله. إن شاء الله لكم منور اليوم شيخنا الفاضل في هذه الإطلالة، النور منكم في هذه الإطلالة المسائية الرمضانية. طبعا اليوم راح نتحدث عن موضوع وهو مجاهدة النفس في رمضان، بما أننا في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر شهر الصيام شيخنا الفاضل. طيب في البداية ماذا نقصد بمجاهدة النفس طبعا في رمضان، والعلاقة مجاهدة النفس كذلك بالصيام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما لا يخفاك أخي أيوب أن شخصية الإنسان تتكون من ثلاث جوانب أو ثلاث مكونات، هناك الجسد وهناك النفس وهناك الروح. لا. النفس عادة لها رغبات، عادة النفس تميل دائما إلى المتعة، تميل إلى الاستمتاع وتفضل دائما المتعة العاجلة، وهي من أجل ذلك يعني النفس لا تبالي بما يترتب على رغبتها في تحقيق المتعة. في حين أن الروح، روح الإنسان اللي هي في الحقيقة أشرف مكون في الإنسان، لأن الروح هي نفخة من الإله ونفخنا فيه من روحنا. الله تعالى بعد أن خلق أبانا آدم خلقه من طين، خلق جسده من طين، ثم نفخ فيه من روحه. بعد أن نفخ فيه من روحه أمر الملائكة بأن يسجدوا له، وهذا فيه معنى أن هذا الإنسان يكتسب قيمته وكرامته عند الله تعالى من الروح. الروح خلاف النفس، النفس قلنا تميل إلى المتعة وخاصة المتعة العاجلة، بينما الروح تميل إلى المثل، إلى القيم، إلى الأخلاق، إلى الخير. نعم. أي، وبالتالي الجسد ما موقعه بين النفس والروح؟ الجسد في الحقيقة هو أداة أو آلة يمكنها أن تخدم النفس ويمكنها أن تخدم الجسد. طبعا خدمة النفس عملية سهلة، يعني أن هذا الجسد يخدم رغبات النفس، ما تشتهيه هذه النفس من شهوات وتحقيق الغرائز المختلفة، هذا أمر يعني لا يكلف ولا يتعب الجسد كثيرا. ولكن تلبية متطلبات الروح اللي هو تحقيق كما قلنا المثل والقيم والأخلاق وفعل الخير وتأجيل بعض المتع، في بعض الأحيان الروح تطلب من النفس أن تؤجل رغباتها في الاستمتاع من أجل تحقيق خير أو تحقيق معنى جميل ومهم، منفعة. منفعة، نعم. نعم. وهذا بالنسبة للجسد هذا يعني أمر يتعبه، ولذلك يتطلب الأمر نوع من بذل الجهد. فهنا نتكلم عن المجاهدة، مجاهدة النفس، يعني المطلوب هو أن النفس هذه نحاول أن نحد، أن نحد من بعض رغباتها وأن نؤجل بعضا من استمتاعها من أجل تحقيق ما تصبو إليه الروح من مثل عليا، من أخلاق سامية، من أفعال خيرة. فلا بد إذن من بذل مجهود، لا بد من نوع من التضحية ومن تحمل الألم والصبر عن منع النفس من تحقيق
بعض رغباتها، فهذه هي مجاهدة النفس. إذن مجاهدة النفس هي تغليب متطلبات الروح على بعض رغبات النفس. نعم. طيب، سألت عن علاقة هذا بالصيام وبرمضان. حقيقة أن رمضان يعني فرصة جد رائعة ومواتية لكي يعيش الإنسان من أجل روحه. رمضان ميزه الله تعالى يعني بأهم يعني أهم عبادة في رمضان هي الصوم. صحيح. هي الصيام بالإضافة إلى عبادات أخرى ترافق الصوم كالقيام مثلا وقراءة القرآن والتصدق وما إلى ذلك. فالأجواء الروحية هذيك في رمضان هي أجواء تساعد الإنسان الذي يرغب في أن يجاهد نفسه، لأن هنا النفس وكأنها يعني بسبب أن الصيام هو فرض من الله، هو واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، لا يكتمل إسلام الإنسان إلا بالصيام. فهذا فيه نوع من حمل النفس على أن تتخلى ولو بشكل مؤقت، ليس تخليا نهائيا عن رغباتها، يعني خلال ساعات النهار تتخلى عن الماء وعن الشرب وعن الشهوات خلال ساعات النهار وتحقيقا للواجب، ورغم ما في ذلك ربما من ألم وصبر. صح. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم هو الصبر، الصوم هو الصبر فعلا، وهو هنا صبر واجب، يعني مما يجعل رمضان شهرا لمجاهدة النفس. من أراد يعني أن يتمرن ويتدرب على ضبط نفسه والتحكم فيها فرمضان فرصة طيبة. ولذلك أدعو نفسي وأدعو كل المشاهدين الكرام إلى أن نجعل من رمضان شهرا للروح. جميل. نحاول ننساو شوية الجسد. نعم. ننساو شوية الرغبات والشهوات ونتجه إلى أرواحنا وما تحتاجه أرواحنا من خير وأعمال صالحة. نعم. وقراءة قرآن وأجواء يعني روحانية. نعم. جميلة. ومن هنا نطرح السؤال. نعم. أستاذنا دكتور حبيب مشري، كيف يتم أو كيف يمكن التحكم في هذه الرغبات ونجاح طبعا وأهميتها في النجاح طبعا؟ أنت تعلم أخي أيوب أنه حتى بالمقاييس المادية والمقاييس الدنيوية لا يمكن لإنسان أن ينجح في حياته إذا كان يعني لا يستطيع مثلا أن يمنع نفسه عن بعض الرغبات. درك أنا أعطي بعض الأمثلة. هل يستطيع مثلا طالب العلم أن يطلب العلم وأن يتفوق فيه وأن يتحصل على مستويات عليا فيه إذا لم يفطم نفسه عن الكثير من رغباتها؟ قد يحتاج إلى سهر، قد يحتاج إلى إنفاق المال، قد يحتاج إلى أن يترك طعامه وشرابه والكثير من مصالحه والكثير من متاعه من أجل العلم. صح. فلا يمكنه أن ينجح إذا كان كل ما ترغب فيه نفسه يسعى إليه، لا يمكنه أبدا أن ينجح في العلم. نفس الكلام يقال، هل يستطيع مثلا الفلاح أن ينجح في فلاحته وأن يحقق يعني إنتاجا جيدا إذا لم يتعب ويضحي ويتحمل الشمس والحرارة وربما الخسارة والمشقة ويفطم نفسه عن كثير من رغباتها لكي يتفرغ لهذه المهمة؟ لا يمكن. إذن هذا بالمقاييس المادية البحتة. بالمقاييس الروحية كذلك، لا يستطيع إنسان أن يسمو بروحه وأن يرقى بأخلاقه وبصفاته الحميدة التي أمرنا الله تعالى بها، لا يستطيع ذلك أبدا ما لم يضبط نفسه، ما لم يتحكم في رغبات نفسه، أي بعبارة أخرى ما لم يجاهد نفسه. صح. لا يمكنك أن ترقى مثلا ولا يمكن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا جاهدت نفسك، لأنك إذا لم تجاهد نفسك، شوف هو هناك شيء مثل الميزان، إما أن تقترب أيها الإنسان من الملائكة، تقترب من حالة الملائكة الذين هم يعني مخلوقات أو أرواح نورانية ليس لها غرائز ليس لها شهوات، فإذا جاهدت نفسك تقترب من الملائكية. أما إذا اتبعت نفسك وتركت لها العنان
وسعيت فقط من أجل تحقيق رغباتها فأنت تنحدر إلى مستوى الحيوانية، لأن ما يعني يجمع بيننا وبين الحيوان هو الجسد، أجسادنا هذه لا فرق بينها وبين أي حيوان من الثدييات يعني. وعليه فإذن هذا هو الميزان، الإنسان إما أن يترقى بمجاهدة نفسه وإما أن ينحدر وينحط بترك نفسه على هواه. صحيح. نعم. فهذا هو الميزان الذي يستطيع به الإنسان، أو هذه هي الطريقة التي يستطيع بها الإنسان أن ينجح من خلال مجاهدة نفسه. وكما قلت رمضان فرصة. علاش فرمضان فرصة أيضا؟ رمضان ربما من صفاته أنه يكسر العادات، ما تعودنا عليه خلال 11 شهرا، الأكل في وقت معين، النوم في وقت معين، العمل، كل عاداتنا كل تصرفاتنا تحكمها العادة، والعادة لها سلطان على الإنسان. مش بالسهولة باش الإنسان يغير عاداته، لكن عندما يأتي رمضان يجبرك على أن تغير عاداتك. صحيح. ولذلك نجد أن الإنسان يحقق أثناء صيامه ما لا يستطيع تحقيقه في الأيام العادية. خذ مثلا المدخنون مثلا. صح. المدخن يعني لو كنت تقول له تقدر تصبر على الدخان ساعة يقول لك ما نقدرش، نقدرش نصبر الله غالب، لكنه في رمضان يصبر 12 13 14 15 حتى 16 ساعة وهو ممتنع عن التدخين. نعم. إذا نشوف كيفاش أن رمضان يساعد الإنسان على أن يخطو خطوات في مجاهدة نفسه. نعم. وهذا لوش أدعو إلى استثمار رمضان للتخلص من هذه العادات السلبية. صحيح. نعم. هذه يعني عمليا كيفية مجاهدة النفس في نعم. شهر رمضان هذا الشهر الفاضل. نعم. يعني هو من الناحية العملية، هو يقول علماء النفس أن العادات الإنسان لما يتعود على أشياء، خاصة إذا تعود على أنه كلما اشتهت نفسه شيئا سعى إليها ويعني أسرع إلى تلبية رغباتها، هذه عادة عند الإنسان مش بالسهولة باش يكسرها. نعم. لكن يقول لك أن العادة لا يمكنها في الحقيقة أن تنكسر إلا إذا استبدلت بعادة أخرى. صح. يعني من الناحية العملية، من الناحية الإجرائية، لا يمكنك أن تتخلص من عادة سيئة إلا إذا عوضتها بعادة حسنة. حسنة. نعم. عندك عادة سيئة مثلا التدخين، عوضها بعادة حسنة، املأ هذاك الفراغ، ما تخليش، لأن النفس ما تتحملش الفراغ، وعادة الفراغ هذا خطير جدا. نعم. النفس إذا لم تشغلها يعني بالشيء الإيجابي تشغلك بالشيء السلبي. صح. وعليه فإن كسر العادات يكون بأن يضبط الإنسان لنفسه في رمضان خاصة برنامجا يحاول أن يكتسب في خلال هذا الشهر الكريم عادات جديدة، عادات طيبة، ورد قرآني، زيارات للأقارب، صلة أرحام. صحيح. قراءة قرآن كما قلنا، أفعال بر وإحسان، تطوع. صحيح. إلى آخر ذلك من العادات، وسيجد أنه بعد رمضان قد أخذ زادا كبيرا من العادات الحسنة. صحيح. التي يعني ساعده فيها رمضان. أكيد. يعني هذه من بين الثمار التي يجنيها كذلك الإنسان الصائم كذلك. طبعا بقالنا حوالي 3 دقائق دكتور، نحاول أن نتحدث فيها عن الثمار التي يجنيها الإنسان طبعا من مجاهدة النفس في رمضان أو بصفة عامة. شوف أخي أيوب، الإنسان هذا عما يبحث في هذه الدنيا؟ ماذا يريد؟ كون جي تشوف الإنسان في حياته الدنيا كلها من ميلاده إلى وفاته وهو يسعى إلى السعادة، باش يكون سعيد، باش يعيش حياة مطمئنة، باش يستقر نفسيا. ثبت بالتجربة، بتجارب كل الناس المتعلم وغير المتعلم، أن الطمأنينة والاستقرار النفسي لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا إذا جاهد نفسه. يعني ذلك الإنسان الذي همه بدنه ورغباته وغرائزه مش مرتاح، ما يرتاحش. هذاك الإنسان اللي يجري غير على الأكل والشرب، وش يلبس وش يركب وش يسكن وش كيفاش يظهر أمام الناس، يعني همه
الجسد ورغباته يستحيل أن يسعد مهما ملك. صح. ولذلك تشوف الآن في حياتنا الآن في عصرنا هذا، رغم ما توفر للإنسان من وسائل الراحة والرفاهية، ولكن معظم الناس مش مرتاحين. صحيح. ظاهرة الأمراض النفسية، روح شوف العيادات النفسية كيفاش راهي مكتظة بالناس. نعم. لماذا؟ ما السبب؟ رغم توفر وسائل الراحة، الإنسان الآن بدنياً أو مرتاح بالمقارنة مع الناس تاع بكري. السبب هو أن الإنسان أصبح إنساناً غرائزياً، غابت عنه المعاني الروحية، غابت عنه مجاهدة النفس، غاب عنه الصبر، غاب عنه التحكم في الذات والتحكم في الرغبات. فأصبح هذا الإنسان النفس هذه متعباته، النفس هذه راهي تجره إلى الشقاء. صحيح. إذن أهم ثمرة هي هذه، بالإضافة إلى ثمرة أخرى لا بد أن نمر عنها. نعم، باختصار الزملاء يشيروا إلى الوقت. طيب شوف، الإنسان الآن كاين جهات تحاول أن تسيطر على الإنسان، محاولات السيطرة على الإنسان، تسخير الإنسان. كيف يسيطرون على الإنسان؟ من خلال رغباته، من خلال تحريك شهواته، من خلال تحريك يعني مشتهياته ورغبته في الاستمتاع. تشوف هذاك البهرج الإعلامي، البهرج الإشهاري نتاع السلع، باش يخلونا دائما مشدودين فقط إلى رغبات الجسد. نعم. وبالتالي يسيطرون علينا من خلال ذلك. نعم، وهو كذلك شيخنا الفاضل. طبعا هو الحديث شيق، ولكن الوقت للأسف ضيق. إن شاء الله تكون لنا فرص أخرى ونتحدث أيضا في هذا الموضوع أو في مواضيع أخرى. طبعا أتمنى لك رمضان كريم. أنتم كذلك. وصحة فطورك إن شاء الله. ربي يسلمكم إن شاء الله. شكرا. وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام أجمعين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الدكتور الحبيب مشري. إذن المشاهدين الأفاضل، قبل ما نمر إلى الفقرة الموالية نترككم عند هذا الفاصل الإنشادي لفرقة الفردوس الأغواط، ثم نعود نرجع لكم من جديد. إذن تحية متجددة لكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الأمسية الرمضانية، ودائما في برنامج رياض الصائمين. الآن مع فقرة أخرى جديدة راح نتحدث فيها عن نشاط الجمعيات الخيرية، ولكن بعد هذا الفاصل. أسعدنا كتير حضورك فحت في
إذن في فقرة أمة خير نسعد كثيرا باستضافة كل من السيد محمد رضا بازين رئيس جمعية أيادي الخير والقلاء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. ورمضان كريم. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بك. وكذلك يسعدنا كثيرا حضور الأستاذ منذر بن ساسي وهو مكلف بالإعلام على مستوى جمعية شباب الخير والقلاء. أهلا وسهلا بك. أهلا بك وتحية طيبة ومشكورين على الاستضافة ورمضان كريم إن شاء الله. مرحبا بكم. إن شاء الله. من دون شك أن شهر رمضان كريم هي فرصة للعمل التضامني وكذلك العمل الخيري وعلى مستوى العديد من الجمعيات في مختلف الولايات البلديات الأحياء. طبعا هنالك حيوية وكثافة كبيرة من طرف الحركة الجمعوية. نبدأ معك منذر، حدثني عن مجهوداتكم خلال الشهر الفضيل. بدون شكركم منذ الساعات الأولى الصباح إلى غاية بعد الإفطار أو إلى السحور. نعم، هي عملية تحضير لبرنامج موسم برنامج رمضان الذي تنشطه معظم الجمعيات خاصة هنا في ولاية ورقلة ولا على مستوى الوطن. برنامج هو تقريبا موحد، لأنه منذ أيام من قبل شهر رمضان تلقى تقريبا معظم الجمعيات في عملية تحضيرات لتوزيع قفة رمضان، خاصة مجموعة شباب الخير هذا العام الآن وصلنا إلى حوالي 1200 قفة موزعة إلى حد الآن، والآن لحد الآن رانا مستمرين في عملية توزيع قفة رمضان إلى نصف من شهر رمضان. وطيلة أيام شهر رمضان نشرف على محطتين في عملية إفطار صائم التي هي في بمحطة المسافرين ورقلة، والمحطة الثانية بالطريق السريع رويصات. تقريبا حوالي 650 وجبة يومية تحضر بوجبات المقدمة، وجبات ساخنة تشرف عليها بعض العائلات الحرائر اللي راهم في منازلهم، هم يوجدوننا يحضروننا. وناهيك عن المساعدات اللي قدموها فاعلي الخير سواء كانت من السلطات المحلية إلى عامة الشعب. احنا كلهم مساهمين في هذا في عمليه تطوعيه في رمضان. جميل جدا. راح نعاود نرجع لك فيما بعد استاذ منذر. روحوا كذلك لجمعيه ايادي الخير اللي عودتنا ككل موسم ايضا تخلي بصمتها في العمل الخيري، وخاصه خلال شهر رمضان المعظم. سي محمد رضا، من دون شكركم ايضا انتم منهمكون في هذا العمل قبل ربما حلول شهر رمضان المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الجمعية يعني من قبل شهر، يعني شهر قبل شهر الفاضل، يعني تبدأ في التحضيرات لاستقبال الشهر الفاضل. التحضيرات تكمل يعني في التحضير كذلك كما أشار الأخ، يعني هي القفة يعني اللي تنحضروها يعني كل عام، يعني قفة رمضان اللي تبيع قبل بداية شهر رمضان. هي بداية قبل شهر رمضان، يعني لازمك تسعى وتجري ويعني باش تقدر يعني تلمد على الأقل حوالي يعني 1000 ولا 1500 كما يذكر الأخ. يعني الجمعيات الكبار هي مقصودة يعني في هذه القفة هذه، وكل الناس يعني الأيتام ولا الأرامل يعني كل يجوا يعني يحبوا يعني القفة يدوها من الجمعيات المقصودة الكبيرة هذه. على كل حال يعني احنا رانا متواصلة يعني العملية لحد الساعة، يعني ما زال متواصلة القفة. رانا في حوالي 500 قفة يعني تسلمت، ولكن راهي ما زالت يعني اليوم لحد الساعة ما زال يعني خلينا المجموعة راهي تحضر يعني في قفة أخرى. يعني العملية مستمرة إلى حد يعني حتى للنصف شهر رمضان، ومن بعد إن شاء الله يعني نتنقلوا إلى برامج أخرى يعني تحضيرات للعيد وتحضيرات يعني كل يعني البرامج الأخرى يعني اللي تخص شهر يعني فعلا. قفة رمضان هو فقط واحدة أو عنصر فقط من برنامج مسطر ضمن شهر رمضان المعظم. وبدون شك أيضا عندكم حتى إفطار الصائم. نعم، عندنا إفطار الصائم يعني دائما يعني منذ عندنا حوالي 5 سنين يعني إحنا متواجدين في مقطع عين بيضاء الشط. هذا يعني مقطع يعني طريق سريع، وهذا يعني فضلنا هذا المكان هذا يعني انه يعني كان خطير جدا، لهذا احنا يعني نستعملوها يعني نغتنموا الفرصه باش يعني ما تكونش فيه خطوره، نديروا فيه وجبات للمره. نعم، هنا ربما تضرب عصفورين بحجر واحد. نعم. هو ربما يعني تربحوا حسنات وكذا قطعات من جهه، ومن جهه اخرى حتى السائقين ربما يخفضوا السرعه يفطروا ربما يكسروا صيام صحه التهدير ويصلوا كذلك الصلاه، يعني تقام الصلاه تماك. والحمد لله يعني رانا نشوفوا في تقريبا في حوالي خمس
السنين هذا يعني هذا المكان هذا ما جراش فيه حادث. نعم. وهذا يعني الحمد لله هذا الهدف الكبير يعني اللي نعم. كنا نطمح له. أيضاً تقليل حوادث المرور. تقليل من حوادث المرور. اللي تسجل من حين آخر خلال هذه الفترة يعني قبيل أذان المغرب أو وقت الإفطار. الحمد لله. نعم. عودة نرجع عليك سيد منذر بن ساسي، جمعية شباب الخير كذلك تتميز ككل موسم بالعديد من النشاطات الخيرية. نبقوا نتحدث عن شهر رمضان ونتحدث كذلك على مدى انخراط الفئة الشبانية وكذلك حتى المراهقين في هذا العمل التطوعي وفي خدمة عابري السبيل كذلك. من شك أيضا نعم في شهر رمضان تجد العديد من كما يقولك من عدد الشباب المتطوعين. نعطيك مثال، مثلا احنا بحكم محطة المسافرين ورقلة مع بعض الشباب اللي مغروسة فيهم روح المبادرة وروح النشاط النشاط هذا. نعطيك مثلا بعض الطلبة الجامعيين يجوا يقدموا معنا المساعدات، يفطروا معنا ومن بعد يعاودوا يرجعوا مثلا الإقامة نتاعهم وين يعاودوا يرجعوا يفطروا معنا. هذا كأبرز مثال. في شهر رمضان تتضافر الجهود، يزداد عدد الشباب المتطوعين سواء نقول لك من شباب او حتى الى العائلات. معنى يعني قلت كما قلت لك نشير كما قلت قبيل انه بعض العائلات يبعث لك معنا من داره من مصروفه من فطوره يقول لك هذا قدموا على الاقل وجبه يساهم في حمله في عمليه افطار الصائمين. جميل. في شهر رمضان يعني حتى هم يشاركوكم الاجر. نعم يشاركونا الاجر كل قدر مستطاع. كلهم نعم. قدر استطاعتي. نعم. طيب بالإضافة إلى قفة رمضان وكذلك إفطار الصائم، هل لديكم أيضا في برنامجكم خلال شهر رمضان معظم نشاطات أخرى؟ نعم، هو هذا برنامج تقريبا برنامج شهر رمضان مسطر من قبل أيام. برمجنا حاليا عملية إفطار الصائم على مستوى محطتين البرنامج الثاني عندنا ختانة إن شاء الله في نصف شهر رمضان راح نشرفوا عليها إن شاء الله مع بعض الأطباء. لحد الآن مازال في عملية الإجراءات الإدارية المعمول بها. وأيضا حملة تبرع بالدم إن شاء الله بالتنسيق مع مستشفى محمد بوضياف إن شاء الله. لحد الآن رانا في عملية إجراءات إدارية معه إن شاء الله. وإلى إضافة إلى كسوة العيد التي هي في إطار البرنامج رمضان في كل موسم نقوم بها، وإن شاء الله راح نقوم إن شاء الله بقدر المستطاع بحديقة التسلية في طيلة أيام العيد المبارك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعود نرجع عليك كذلك محمد رضا بازين بدون شك أيضا حتى جمعية أيادي الخير ورقلة القارة هكذا. نعم القارة. هي الأخرى أيضا عندها نشاطات أخرى بالإضافة إلى قفة رمضان وأيضا إفطار الصائم، بدون شك أيضا عندكم نشاطات أخرى. هو الحقيقة يعني الجمعية دائما يعني عندها نشاطات أخرى، هي يعني بعد صلاة القيام تقوم بسهرات رمضانية وتخص يعني في الجانب الديني والجانب الاجتماعي، يقوم يشرف عليها المشايخ وكذلك يعني أساتذة جامعيين. الحمد لله هذا العام تاني زدنا قحمنا يعني الإسعافات الأولية واللي كانت يعني البارحة يعني كانت عندنا حصة الأولى في إسعافات الأولية. يعني هذه تهم يعني المرأة يعني هي في البيت يعني تخص هذه الإسعافات يعني كثير. الحمد لله لقينا إقبال يعني من ناس الحي الحمد لله حضروا معنا الحصة الأولى. كذلك يعني إن شاء الله ما زال عندنا لشهر رمضان كامل متواصلة يعني الحصص هذه يعني التوعوية كذلك يعني من ناحية الدينية وكذلك من ناحية الاجتماعية. جميل جدا. نعم. أما يعني عن البرامج الأخرى كذلك يعني عندنا كسوة العيد كذلك، ورانا يعني بدينا يعني نحضروا فيها إن شاء الله مسبقا بما أنه يعني رانا سما لقينا يعني الإقبال كبير يعني على الملفات الجديدة على الأيتام. لهذا يعني وسعنا باش نقدروا نلحق ونغطوا هذه الفئة كلها عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هي نشاطات عديدة ومكثفة وكذلك هناك تكامل بين الجمعيات طبعا. نعم هنا في ورقلة أو حتى في ولايات أخرى، وهذا شيء جميل جدا ونثمنوه أينما كنا وحيثما وجدنا. نشكركم جزيل الشكر كل محمد رضا بازين رئيس جمعية أيدي الخير، كذلك منذر بن ساسي مكلف بالإعلام على مستوى جمعية شباب الخير ورقلة. أتمنى لكم كل توفيق ونجاح في هذا العمل الخيري وصحة فطوركم. الله يبارك. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا الأفاضل الآن أترككم عند هذا الفاصل الإنشادي، ثم راح نستقبل ضيف آخر بعد هذا الفاصل. الله يا رب الله
فضله كرما وارحم نبي إذن كنا مع هذا الفاصل الإنشادي لفرقة البيان الفنية من توغورت. نعود نرجع لكم إلى بلاطو محطة ورقلة الجهوية، ودائما في برنامج رياض الصائمين كنا مع هذه الأنشودة. نبقى مع جو الإنشاد، راح نتحدثوا عن التحضيرات الخاصة بالمهرجان المحلي الثقافي للإنشاد الذي سيكون هنا بورقلة إن شاء الله من تنظيم طبعا محافظة المهرجان. يحضر معنا محافظ المهرجان أستاذ علي ترمون. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، وش أخباركم؟ رمضان كريم. الحمد لله، إن شاء الله يا رب إن شاء الله، الله صيام وقيام الجميع إن شاء الله. إن شاء الله، مرحبا بك أستاذنا الكريم. بدون شك لكم على قدم وساق لإطلاق الطبعة رقم 11 للمهرجان المحلي الثقافي للإنشاد، طبعا تحت رعاية سيدة وزيرة الثقافة والفنون وإشراف سيد والي ولاية ورقلة. كيف هي التحضيرات أو آخر التحضيرات؟ والله بداية تقدم بالشكر الجزيل للتلفزة العمومية الجزائر ومن ورقلة على هذه الاستضافة. ثانيا كما أشرت نتقدم أيضا بالشكر الجزيل للسيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي على رعايتها الشخصية لهذا المهرجان ومنحها لنا لهذه الفرصة في هذه الولاية، وإشراف أيضا السيد الوالي أيضا إشراف شخصي على هذه الطبعة 11. نعم. يعني هذه الطبعة 11 سبقتها 10 طبعات سابقة. نعم. هذا المهرجان إن شاء الله سيبدأ من يوم السبت القادم، يعني من 23 مارس إلى 28 مارس الموافق ل 13 رمضان إلى 18 رمضان بإذن الله. جميل جميل. نعم. نعم، هذا المهرجان الذي طالما يصنع الحدث هنا في ورقلة بما أنه نعم. طبعا يعتبر فن هادف. نعم. نعم. ويستقطب أيضا عنده جمهور وكذلك. نعم. الإنشاد، حدثنا عن الفرق الإنشادية اللي راح إن شاء الله تتنافس على الجوائز الأولى أو المراتب الأولى لهذا المهرجان. إن شاء الله. حدثنا عن الولايات المشاركة كذلك، ثم تحدثوا عن لجنة التحكيم ومعايير التقييم. إن شاء الله. في الحقيقة محافظة المهرجان من الطبعة السابعة جعلت هدف معين تصل له من خلال هذا المهرجان. لا يعني نصب إلى استعراض فرق، يعني نجيب فرق ونستعرضها ونمتع الجمهور فقط، لا، نحافظ على جانب الاستعراض للفرق خاصة الفرق المحترفة وغيرها، لكن أيضا نركز على شيء مهم جدا من هذه المهرجانات، وهو ماذا؟ محاولة تشجيع الفرق المحلية الهاوية المبتدئة ونأخذ بيدها لتصبح فرق محترفة. جميل. بهذه الطريقة. جميل. وهذا وش يتم بالتشجيع كما قلت. جميل. تشجيعها سواء ماديا أو معنويا. فإحنا بدينا بالطبعات السابعة والثامنة كانت كلها تكوين ولم نجعل فيها التنافس. لأن الفرق الصغيرة هذه تخاف من التنافس مع الفرق المحترفة، وبالتالي يا تخاف ما تدخلش معها أصلا والله ما تشاركش والله ولا تبقى خايفة. إحنا لا، جعلناهم في الطبعة السابعة والثامنة كل كيف مع بعضهم وعرضناهم ودرنا لهم في مهرجان. جميل. أقرا كما هكا وتكون ونجيبونهم رجال خاصين وكذا. هذه هذا الموضوع بدينا بالطبعة التاسعة وبالطبعة العاشرة نديروا جانب التنافسي شوي. جميل. دخلنا جانب التنافسي. هذه المرة واش درنا؟ فئتين، مسابقتين. المسابقة الأولى خاصة بالفئة الأولى، الفئة الأولى هذه وين همومة؟ يعني تقدر تقول خاصة بالفرق السائرة في طريق الاحتراف، بمعنى التي حازت على المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في الطبقات في الطبعات السابقة. الفئة الثانية عند مسابقة واحدة هي الفرق الجديدة. جديدة لم تشارك قبل أو التي شاركت ولم تتحصل على أي رتبة، وبالتالي هنا ما يكونش هذاك اللي هو فارق. خايف منه. صح. ونضرب طيرين بحجرة بحيث أن الجمهور يتمتع
وصلات اللي هو المحترفه اللي هي صائره، نقدر نقولوا بعض الفرق اصبحت حتى انها محترفه. جميل. وحنا بالنسبه لنا راها داخله في مسابقه. ويستمتع ايضا بالفرق اللي هي صاعده، وهذيك الجديده هاي تشوف قدامها المحترفه. جميل. هذا ما كان. هذا بالنسبه لي. خصصنا في جانب التشجيعي المسابقه الاولى للفئه الاولى جعلناها 15 مليون المرتبه الاولى. يعني تصور احنا نحاول نشجع، يبقى درك الكره في ملعب المنشدين والفرق. نعم. المرتبه الثانيه 10 ملايين، والمرتبه الثالثه 5 ملايين. جميل. واحسن صوت في المرتبه الاولى 2 ملايين. جميل. المرتبه الفئه الثانيه. نعم. اول مرتبه 12 مليون. نعم. ثاني مرتبه 7 ملايين، ثالث مرتبه 5 ملايين، واحسن صوت هو 2 ملايين. ما شاء الله. الحمد يعني لله عندنا 14. ايوه. يعني هنالك جوائز خاصه بالانشاد الجماعي والانشاد الفردي كمان. لا، احنا بالنسبه لنا ركزنا على الانشاد الجماعي لانه الفردي داخل الجماعي. اي فرقه، اي فرقه الا وفيها كورال وفيها اداء فردي. جميل. هذا الاداء الفردي هذا وين هو احسن صوت. هذا وين يدخل احسن صوت، بمعنى ان الفرقه يمكن تدي مثلا هي تاخذ الجائزه الاولى تبدي 15 مليون، واحسن صوت يكون منها للفرد اللي هو احسن صوت في هذا. نعم. هذا يعني. نعم. معالجه للجماعي وال طيب مفهوم استاذ علي. نتحدث الان عن الفرق المشاركه، الولايات المشاركه راح ان شاء الله تكون في هذا المهرجان. احنا سعينا ان تكون الولايات المشاركه هي قريب لنا، يعني اللي هي ولايات جديده. اذا عندنا ورقله هذه البلد المستضيف، ثم تقرد، وعندنا المغير والواد وغردايا والمناح. مجموع الفرق الان بعد ما جعلنا يعني الاستدعاءات المشاركه والتثبيت على رانا في 14 فرقه ان شاء الله اللي هي راح تفوت على فيها الفئه الاولى 5 اللي هما قلنا سائره في طريق الاحتراف، وعندنا 9 في او 7 في الفرق الاخرى الجديده ان شاء الله. جميل. 14 فرقه. جميل. ولعلمك. نعم. هذا الهدف الذي قلنا صبينا إليه شيء. كم الآن في مدينة ورقلة وحدها فقط عندنا 14 فرقة إنشادية في مدينة ورقلة وحدها، مش اللي راه مشاركة معنا، نحكي لك عليها عموما مهيكلة يعني. هذه تنشط، ليست أسماء. أنا أقول لك في رمضان هذا هذه 14 سواء في برنامج شبيبة والرياضة أو في برنامج مديرية الثقافة أو في برنامج نحن اللي هو. جميل. راها تنشط كل ليلة في مكان وفي بلدية وفيها. جميل. طيب تحدثنا عن الفرق الإنشادية اللي راح إن شاء الله تشارك وتنشط هذا المهرجان، نتحدث كذلك عن لجنة التحكيم ومعايير التقييم كذلك. سعينا أيضا إلى أن نوفر شيئين، أولا جانب الحيادية وجانب يعني الكفاءة، والجانب الآخر أننا نغتنم فرصة لجنة التحكيم في تقييم المسابقة وفي التكوين. جميل. ايضا في التكوين، يعني راح نديروا ورشه يوم الجمعه قبل يعني نهار 22 قبل بدايه ورشه خاصه مفتوحه لجميع المنشدين المشاركين وغير المشاركين. واسئله واجوبه متحاوره يعني مع اللجنه هذه اللي راجيه مع مختصين اخرين مع. جميل. المنشدين توعنا توع الولايه. نعم. عندنا منشدين ما شاء الله. نعم. هؤلاء فرصه للمنشدين يسالوهم عن. نعم. المقامات الموسيقيه عن. نعم. البرامج اللي راه يكون كذا كذا كذا. هذه اللجنه أعطيك فقط منها مثلا عندنا أكشف على كمال رزوق هذا. نعم. يعني المرتبة الأولى في منشد الشارقة. نعم. عندي خبير موسيقي اللي هو من باتنا أيضا جاينا سي عبد الرؤوف عمورة، وعندي من ورقلة سي خالد سماني اللي هو أستاذ في المعهد العالي للإطارات عندنا بورقلة، كلهم يعني اثنين مختصين في الموسيقى ومنشد. جميل. يعني جميل. طبقة كفاءة ما شاء الله. نعم. بالنسبة للتقييم باختصار كيف راح يكون التقييم على أي أساس؟ هذا التقييم جعلناه احنا يعني محافظة المهرجان لا تفرض أي شيء، احنا استشرنا لجان التقييم وهما الآن بيناتهم هما من يحدد المقياس الخاص بهذا بعد تشاورهم يخرجوا إن شاء الله بصيغة واحدة ويعلم بها الفرق. يعني ستعلم أكيد. بالمقياس. نعم. طيب تعرفنا على لجنة التحكيم، الآن تعرفوا على برنامج المهرجان كيف سيكون، أين سيكون؟ نعم. أولا سيكون إن شاء الله في دار الثقافة مفدي زكريا بورقلة. نعم. ابتداء من يوم السبت، وأعلن هنا وأقول أن الفرقة التي ستفتتح هذا المهرجان هي فرقة عالمية وطنية إن شاء الله استدعيناها من العاصمة، وهي فرقة الأقصى.
الفرقة فرقة ماشي. الأقصى الفنية الجزائرية. نعم معروفة الفرقة. معروفة نعم. هذه إذا يعني في الليلة الأولى لا يكون فيها تنافس، إنما يكون فيها افتتاح نعم. نستمتع بوصلات جميل. هذه الفرقة نعم. ونرجو من جمهورنا نعم. أن لا يفوت على نفسه فرصة التمتع باللحن نعم. الجميل والكلمة الهادفة جميل. ابتداء من 10 ليلا إلى 12 إن شاء جميل. الله في دار هي فقط. نعم هي دعوة منك أستاذ علي طرمو بما أنك محافظ لهذا المهرجان نعم. لكل الجمهور ذواق لهذا الفن الهادف أنه يلتحق بدار ثقافة والفنون مفدي زكريا بورق للاستمتاع بهذه السهرات خاصة يعني بعد صلاة التراويح ستكون من 10 ليلا إلى غاية منتصف الليل إن شاء الله ستكون على مدار أسبوع تقريبا هكذا. بإذن الله 6 أيام من السبت إلى الخميس إن شاء الله نعم 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 يعني يوميا إن شاء الله ستكون هناك عروض يوميا والبرنامج موضوع في صفحة المهرجان اللي بقي يطلع على اي البرنامج ولا اي يعني امور نعم. استفسارات جميل. محافظه المهرجان الثقافي المحلي للانشاء نعم يدخل صفحه الفيسبوك صفحه ويجد فيها محافظه المهرجان الثقافي المحلي للانشاء بورقله وسيجد التفاصيل هذا البرنامج بالتفصيل إن شاء. إن شاء. في هذه الصفحه ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق ونجاح الاستاذ علي في هذا المهرجان وفي طبعته رقم 11 وايضا نرحب بكل فرق المشاركه اللي جايه من مختلف الولايات الجنوب الشرقي طبعا بطل طبعا الماضية وشكون هي من طبعا الماضية شكون يتوج بها فرقة من فرقة الهدى الله أعلم من تبس بس من تجورت من تجورت نعم نتمنى كل توفيق ونجاح الفرق المشاركة إن شاء الله شكرا لك وصحة فطورك أستاذ علي طرمون إذن مشاهدينا الأفاضل سعدنا كثيرا بخدمتكم في هذا المباشر في هذه الإطلالة المسائية الرمضانية من برنامج رياض الصائمين تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي على رأسهم مخرج شعيب زويد صحة فطوركم إلى اللقاء أسعدنا كتير حضورك فحت فينا عطورك شهر الصوم مرحبا شهر الصوم مرحبا فيك أنزل القرآن فيك رحمة الرحمن فيك أنزل القرآن فيك رحمة الرحمن منك يهرب الشيطان شهر الصوم مرحبا هليت علينا بنورك أسعدنا كتير حضورك فحت فينا عطورك شهر الصوم مرحبا شهر الصوم مرحبا فيك أنزل القرآن فيك رحمة الرحمن